السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل أوبا بشكل مختلف. أول حاجة هبدأ أقول له أوبن وأفتح فاميلي، أجي هنا أقول له أنا عايز ماس، ومن الماس ده هتلاقي حاجات كتيرة جدا زي شكل الدوم بالشكل دوت. نقدر نعملها في قلب المشروع اهوت. تعال نشوفها في 3D هتلاقيها بالشكل دوت. تعمل سيلكت هتلاقي ان انت تقدر تنزل بحيث انها تقدر تبقى كاملة صورة كاملة، وتقدر تتحكم في حجمها الشكل بتاعها. يعني ممكن تخليها بالشكل دوت او بالشكل دوت، فتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تخليها ماس فلور، يعني تخليه يعمل لك فلور مع كل دوت فيهم. تقدر تقول له انا عايز اعمل كارت سيستم، يبدأ يعمل لك الاوضه بالشكل دوت. تقدر تقول له بي في وتقول له الغي لي الماس، حطيت الماس. طبعا الخطوط دي كلها تقدر تشيلها وتحطها زي ما انت عايز.